حينما تم التشديد على أن ينبغي أن نغير النظرة النمطية تجاه ظاهرة الهجرة، بمعنى أن نخرج من القوقعة الأمنية في حل هذه المشكلة، وتم التأكيد على أنه ينبغي التعاطي مع الهجرة كفرصة، على اعتبار أن المهاجرون لهم دور كبير في التنمية الاقتصادية، لهم دور كبير في الإنعاش الاقتصادي. وأعتقد على أن أوروبا حين كانت تعيش ما يسمى بالثلاثين سنة لترونتاني غلوريول، أن بسواعد المهاجرين تمكنت أوروبا من بناء مدنها، من بناء بنيتها التحتية، وبالتالي ينبغي أن تغير أوروبا وأن تغير إسبانيا نظرتها إلى المهاجر.